النمره ديالي، اجيو تشوفوا شوفوا شحال من ابل غير دابا 113 ابل و68 ميساج. بصح بصحه والله داير لايف. اييه السلام عليكم الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان، كلشي بخير، كلشي هاني، عواش مبروكه بالصحه والسلامه من هنا، وكنتمنى لكم الخير كاملين وكنموتوا عليكم. وجيت من هنا من هذا اللايف جيت نبوس بنتي حيت دارت لي واحد المفاجاه زوينه. زعما قالت لك البيضه وسير الله يفتحها عليك باب الخير والله يسهل عليك. خدت لي هذوك دوك الطياجر والطنافر و خدت واحد السيري واعر. صحتك زوينين في الاحمر. فنين فنين كيحمر. شتي هذوك قال لك بلا زيت بلا زيت طيبي فيهم ما كيسقوش. درت واحد التحدي دابا، هزيت واحد سميتو الدويره ديال الدجاج، هما قالوا لي كاسا ما كتهرش، وانا هزيتها بحال هكا وانا نطلقها في الارض باش نشوف واش كتهرش ولا ما كتهرش. هذه دابا اللي شفتها. بغيت انا خديت لماما واحد السيري كامل، خديت سيري بالطيافر ديالو بالطناجر بالمقالي بالكاسرونات كوكوت كلشي. سيري واحد ديال الانوكس ديال الانوكس خديته ليها جاب 4000 درهم كامل، ولكن كريدي من صاحب تركيا، كل شهر نعطيهم شويه. 3000 درهم، راه خديت جوج كرتونات راه مقيده تما عندي الريسي. صحاب لي انا 3000 درهم راه درتها في البلوك ديالي. 4000 درهم عرفوا الناس، لان الناس راه كنت عرفوا مشاهدينا الكرام. عفاكم بغيت نقول واحد الحاجه من عندكم، نزار رحت لي النمره ديالي، اجيو تشوفوا شوفوا شحال من ابل غير دابا 113 ابل و68 ميساج، وفي الواتساب عرفتوا شحال في الواتساب؟ في الواتساب 888 ابل وعلين 2000 ميساج. شو مالك تنشر؟ شو 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 انا من اليوم ما علاش نشرتي لي نمرتي؟ علاش؟ علاش نشر لي النمره ديالي؟ شنو زعما هذه طالع في اللايف وحط لهم نمرتي؟ علاش؟ وقال لي دخلوا عندي شابين فيك غير سبان، قال لك الراجل كاع ما يحط نمرتك. صافي ماشي مشكل، كان راجلك علاش حط النمره ماما؟ راه نقدر نتابعوا قانوني على هذه النمره اللي نشر، والله ما نزق لك بالله العظيم. صافي والله ما نزقلو هاد النمره، وعندي النمره فيها 61 اختي راه دير عليها كونطرا، وعندي فيها خدمتي فيها. يلا مالي درتي افتتاح اليوم؟ درنا افتتاح الكبيدات هنا في الصالون، ها هو في الصالون. شي واحد كتبها هنا الله يحفظكم لي، الله يعطيكم. هادي راه بنتي هادي دابا حكموا بالحق، ما بغاش تصرت لي. علاش نصر النمره وانتم ديما كتجيو عليه؟ ودابا كونوا واقعين، طلع في لايف وحطها في انستغرام وحط نمرتي وماشي حشومه، وكونوا واقعين. شي ماشي حشومه يحط النمره ديالي، والله الا حشومه بالله ماشي فعل ولاد الناس. اخوتي الكبيدات والوليدات والدراري وبنات وكل شيء، مرحبا بكم. حنا حلينا صالون هنايا في تدارت ياك في القهوه العربيه، غير القهوه العربيه كيهبطوا مع داك الشانطين، ها هو الصالون ديالنا. اجيو عندنا الدريات، اجيو عندنا مرحبا بكم، نصاوبوا لكم اللي بغيتوا، كاين بروموسيون كاين ثمن مناسب. غير عليكم وليداتي وصافي، انتم باقيين كتقراو ما بقيناكمش تبانوا في السوشيال ميديا. الله يرضي على ولدي، الا بغيتي تتفرج اجي وقف هنا ماشي مشكل. اجينا الله يرضى عليك اولدي، الله يصلحك الله يعاونك ويصلحك ان شاء الله. لاباس عليك؟ تفرج فينا؟ شكون هذا؟ تفرج يا اخي، تفرج يا ولدي. بنتي هي اللي نادى، انا دا خويا ها الله يحفظك. ايوا ايوا قلت لكم، ايوا قلت لهم اخوتي اجيو عندنا مرحبا بكم الصالون ديالنا يلاه دشناه. وجيت نقول واحد الكلمه بان من هذا النهار وهذا اليوم وهذا الساعه وهذا الساعه غنبدلوا الحوار ديال الفلوغات، غنمشيو انا وبنتي كيف كنا في السابق، نرجعوا انا وياها بالفلوغات زوينين وبنتسارى ونعرفوا بالمغرب وتقاليد التقاليد ديال المغرب وثقافه المغرب وكل شيء. وشكرا لكم الكبيدات، ونحماقوا عليكم نموتوا عليكم، واجيو عندنا نفركسوكم. بارك الله فيك، الله يحفظكم. طبعا اليوم كنتوا عندكم الافتتاح. اييه ويعني عندكم شي صالون في قنيطره؟ كاين كاين كاين، باقي خدام، باقي كنتواصلوا مع بشرى لدابا في التليفون، وباقي الفلوس كتصيفطوا لنا من 15 جوغ 15 جوغ، يعني كل شيء مزيان الحمد لله، كل شيء في امان الله وحفظه. الله يكبر بكم. وبالنسبه درتوا صالون هنايا تبارك الله، المجهودات اللي قمتي بها انت طبعا. الله يحفظك. الاستثمار ديال المجهودات اللي قمتي بها وطبعا مجهودات ديال الاصلاح. كيقول لا، هو المثل كيقول وراء كل رجل عظيم امراه. وانا دابا وراء كل، حنا نحسبوا هذا بحال الراجل. بحال الراجل. فهمتي؟ الله يحفظك، الله يكبر بك. الله يحفظك، الله يخطيك. غير يعني شحال انتم كتوجدوا في هذا الصالون؟ ماشي بزاف. شحال تكون هنا بحال هكا؟ شي 20 يوم ماشي بزاف. سما بخير. كريتو رهنتو شريتو شنو؟
لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ سير الجامعه غدا واجي عندي عاوتاني صافي. لا شرينا شرينا الله يبارك فيك الله يحفظك. شريناه وبدلنا ليه الاكسسوار. نمشي عندي السيده خدامه على البروتين ونخليك مع حريوده. أنا براسي غنوض نمشي نفرح بها المعن ديالي اللي جابت لي بنتي. انت فرحانين بك الله يحفظك. نقول لكم شنو جابت لي؟ جابت لي انت حريوده تكمل معايا بزاف. هما هنا هما هنا جيبوا لنا الشنطيه. الشنطيه سير سير جيب لهم جيب لهم ديك. لا 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 هي لا جيبي ديك الكا لا ما نجيبش ديك الطيفوره وداك الشيء. يلاه جيبيها اللي جبتيها. واش يلاه جيبي نشوفوا شو خرج على ما اظن. وانا ما نبغيش نطرح عليك هذا السؤال هذا ديال نزار. خرج تيقول باللي راه يعني ديتي له درتي له فعلتي له. حبيبه صافا بخير الله يكبر بك. شكرا الله يحفظك الله يحفظك. شكرا شكرا مرحبا. لا ضروري شنو قلتي على بديتي؟ شوف انا بدون تعليق مابقيتش باغي نعلق على هذاك الموضوع بصفه نهائيه صافي بدون تعليق. انا فاش تزوج بيا راه ماشي لقاني ما عندي درهم. لقى عندي داري وطوموبيلاتي ومشروعي ولقى عندي كلشي وبدون تعليق. ما شاء الله اختي ندى ناسي الجمال دابا انا زوينه. قلبي قلبي اللي زوين والله. الله يحفظك. لا لو فورم اللي كيكون زوين يبان على بنادم في الصفه ديالو. الصفه ندى شنو غادي ديري مستقبلا؟ دابا عندي حاليا جوج صالونات ان شاء الله نكبر البروجي ديالي. غندير تريتور تنقافت ان شاء الله. مز بزاف ديال الاحلام عندي ان شاء الله. قريب ان شاء الله ندير تنقافت. اول حاجه مورا الصالون غندير تنقاف بروجي ضروري والله تنقاف. ويلي راني في الشارع شحال لقيتي سمعتي. ندير تنقافت ان شاء الله من بعد ندير تريتور ايوا نخدموا على راسنا. ما كتفكريش ديري شي صالون مثلا فشي مدن من المدن المغربيه الكبرى مثلا طنجه مراكش؟ ان شاء الله دابا راه دايره في قنيطره عندي في خميسات ويسهل الله. لا علاش قنيطره؟ طنجه سياحيه كنحماق عليها اكيد. ولكن طنجه مدينه دوليه يعني مدينه سياحيه والباب بوابه اوروبا الى اخره. ويسهل الله دابا ان شاء الله الا جمعت شويه ديال الفلوس غادي ندير تنكاست ان شاء الله. ان شاء الله. دير اشهارات. مزيان. الحمد لله خدامه. ولكن دابا مابقيتش كنخدم اشهارات بزاف صافي وليت خدامه غير. درتي الافتتاح اليوم. جبتيه؟ جبتيه؟ الله يحفظك. ها؟ درتي الافتتاح اليوم. درت الافتتاح اليوم. تبارك الله ما شاء الله الله لا حسد. الله يحفظك. يعني قضيه عندك نايضه في الحمد لله كاينه الخدمه الصراحه ديال الله. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. شكرا ربي يخليك. نشوف نشوف كيف هذاك الشيء. لا ما نخافش عليك اخي. شنو غتقولي للناس اللي كنشكر بعدا المصور ديالنا الحاج احسن فوتوغراف في خميسات. لا 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 كتبان. خلاص صحابي هو احسن فوتوغراف هو والمدام ديالو كنعترف بهم انا. عاونا عاونا صافي ها اللوغو ديالي فين نبقى نصور. او لا لا هادشي حصري. اي عاد وجد هذا كيبان لي ما نديروش. كيبان لي تبقى تصور على حتى الشعور. لا غادي نديرو ديال الخير. انا جبت لك واحد الشنطيوم راه كاين فوق 16 بياسه شي 20 بياسه. ديت اخويا الصحاح الريكالو الغلاوه. الحاج شي كلمه. مرحبا. شي كلمه الحاج. كلمه شفناك سيدي الحاج انت تبارك الله عندك قرابه مزيان مع هاد الناس وصديق ديالنا وانت باينه في كل الناس. عجبوك اكيد. ما في الرودالي فن فن من ناحيتاش مثلا من ناحيه من ناحيه ديال الصداقه ديالك معاهم بنت مدينته ضروري غنوقفوا مع بنت البلاد كيعولوا عليك بحال شي اخ تبارك الله وهذا ضروري حيت هي دابا مثلا ندى هي باغا تعطي كلمه الخدمه ديالها مثلا نفس عندها علاقه بالخدمه ديالنا حنايا. حنا فوتوغراف فهمتي يعني اللي شوتينغ ديال العرايس ديالها مثلا حتى يلاه فتحات الصالون ان شاء الله ونطلبوا لها الخير ان شاء الله في المسيره ديالها. الله يسهل امورها. حريودة
الله يسهل امورك. شكرا اخويا الحاج صافي صافي الله يسهل لك. المهم هانتي هادي غادي نديروها قبل قلتي ديال الدفا ندير وحده كبيره. ما درتش لي كارطون كبير نصاوب لك انا ما اعتقد الكراج ما عنديش مشكل هذا صافي صافي. ليش تاخذ لي العبر ديال الباب؟ هيا تجي واحد البنت خدامه معايا. شكرا اخويا لا كواف بارك الله فيك والله يكثر من انت صراحه ولا الناس ما شكرا. شوف بحال هذا اللوغو تنجيو نتفاهم انا وياك نجي نجي نقول لا حتى هي البنت خدامه معايا. الناس كتدوز كيبغيو يجلسوا معاك كيبغيو يعطيو كلمات كايبغيو لا خليها اوكي اوكي هيا هادي نهيله تفضلي ويلي هبه انا كون عارف مالي مالي ويلي يوميا نعيط لك هبه ديالي خدامه معايا لا كواف ديالنا الغزاله. السلام عليكم. السلام عليكم كي دايرين؟ بخير. هما عليك صعيب تقابلك قدام الكاميرا ياك جات صعيبه. اختي نمشي هانتوما الكويتات هاللي شرات لي انا هذا جالاكسي هانتوما الكويتات شونتيون سالت البروتين عرفتي ماركه تركيا صافي شي شاطر جوج شاطر كبار داتهم ليا مخا هادو راه كيتباعوا بروموسيون كيتباعوا كتبقى تخلص ان شاء الله. وانت انا عطيني الفلوس قال لك بربعه خليها ماما خلينو هيلا هيبه شهيده سميتك هيبه هيبه انا كنقول لها السميه ما شاء الله اختي هيبه لاباس عليك رمضان كريم الحمد لله بخير. شفناك يعني لما الافتتاح وتبارك الله مع الاخت ندى هذا العام هذا عاد عرفتها مزيان وتقربت منها ويعني عرفتها مزيان واحد البنت طريفه ماشي كيف ما كتشوفوها في السوشيال ميديا اكيد. وهذا الشيء نسناه هذا الشيء انا حيت انا هذه السيمانه هذه كامله وانا معاها سيمانه كامله وانا معاها كنمشي معاها ونجي معاها وكنشوف شنو كدير كتعامل مع اي واحد عادي بحال ما يعني ما عندها لا سوشيال ميديا ما كدير لا سوشيال ميديا لا والو ما شاء الله. يعني كتعامل مع الناس عادي جا شي حد كتعاون معاه ما عندهاش المشكل في حتى شي حاجه. هذا سقي الطبيب عندك واحد ملاحظه ماما راه عندك تخبيها تقول طيبه للضياف ولا راه الوالدين هادشي اللي كتروح حاجه زوينه كيبقاو يخبيوه في بلاكار. لا والله الا غنطيبوا فيهم هادي الكويتات غنطيب فيها البرير يلا سيري انا جايه صافي اخويا حتى عندي السيده كتسناني يلا شوفي انا جايه خليها باش نتصور صافي غنمشي بركه عليك حتى انا اجا ما فيك باش انا المراه كدير لها البروتين يلا. المهم الناس بزاف تيحييوكم وتيحبوكم حتى حنا كنحماقوا عليهم وطبعا بغيناكم تقولوا لنا واش غترجع ندى حسي و اكيد ضروري ما تبقاش تلصق لك المسكوته لا هو كيضرب على عيني فيها لا ما غاديش نمشي ندير شي كيكه صافي بالحامض لا لا بالليمونه ماما عافاك الليمون ولا الحامض سيري خلي لا الليمون سيري صاوبيها ليا صافي الحريو ده حادقه والله القسم اخويا الله يحفظك والكبيدات ديالي شكرا نقول لكم كنشكركم وكنقول لكم وشكرا للدعم ديالكم شكرا لالوانكم بغيت نشكر الموقع ديال الوانكم حيت كما قلت لك بغيت نشكر الموقع ديال الوانكم حيت ديما وقف في جنبي ومساندي كنبغي نقول لهم شكرا بزاف وشكرا لك خويا عبدو الله يسهل عليك شكرا اخ مراد كاملين كاملين وصافي وكنقول لكم شي كلمه لطنجاوة تحيه لناس طنجاوة رجال والناس طنجاوة المغرب رجال كلشي كلشي هذوك هما الانوثه ديال العياج وهذوك ناس طنجة حتى عندك العائله نحماقوا عليكم الناس الشمال باي باي نموتوا عليكم نموتوا عليكم الكويدات من طنجة حتى للكويره الناس الصحراء الناس الشمال الناس الغرب الشرق كلشي كلشي كنحماقوا عليهم وكنبقاو حنا مغاربه وكنموتوا عليكم ودابا الكويدات راه غنوض نمشي حيت انا فرحانه بهذا المعن غنمشي غنديهم للدار باش نستفهم شرات لي انا دا جوج كراتن كبار غتكون فيهم 16 ولا 20 بياسه ياك ايوا انا فرحانه الكبيدات وكنوعدكم والله العظيم من هاد الساعه ومن هاد الدقيقه وهاد النهار غترجع ندى حسي هي وماماها كيف كنا في الفلوقات ديال شحال هادي صفحه جديده وكنحماقوا عليكم ونموتوا عليكم وسمحوا لينا بزاف وانتم ليله القدر شنو تقولي يعني قريب العيد وليله كنقولوا لهم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه ولهنا وراحه البال وطوله العمر والله يربي يسمح لينا ويغفر لينا حيت حنا صراحه بنادم كيتهاون على الدين وعلى قراءة القرآن وهذه وهذه متبع الدنيا ومسني وكينسى الدين وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسمح لنا ويغفر لنا ويعفو علينا كاملين ونموتوا عليكم باي باي حماقوا عليكم سلامة
دغيا هو نزار معكم. لا بالسلامة عليكم وشكرا. صافي 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 اوكي. المهم كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، كنحماقوا عليكم، كنحماقوا عليكم كاملين، كنقول لكم عيشوري عيشوري، كنقول لكم عيد مبارك. وي عيد مبارك سعيد. ونزار إلا كان كيشوف فيا أنا كيف ما كان الحال، شرك معايا في الدار ديالي الملح والطعام، وكنبقى انا بحال الوالده ديالو ولا الاخت ديالو، ما عليناش، ماشي مشكل. وانا كنقول ليه من هذا المنبر هذا كاع العالم يشوفوا، ماشي مشكل، الله يسامح، كل واحد كيخلصوا الله سبحانه وتعالى، والله يسامح، وهو كيبقى بحال ولدي. ودائما كنت كنجي عليه، كنت كنعاير نادا وكنضرب نادا وكنجي عليه، وكيبقى بحال ولدي، ودائما الله يجيبنا في الصواب والله يهدينا، وحنا خير الخطائين التوابون، واللسان ما فيه عظم. كاستسمح لكم الكبيدات الى نهايه هذا المباشر مع السيده حريوده و الو ايمان، انا سميتي ايمان حسي الملقبه بحريوده، ونادا حسي، كنقول لكم بالسلامه عليكم، وعيش عيد المبارك سعيد، الصحه والسلامه، وكنحماقوا عليكم. الله يكبر فيك اخويا عبد الله، يحفظك. الناس الشمال طنجاوه وتطوانيين الناظور حسيمه، كلشي كلشي، الناس الشمال نحماقوا عليكم ونموتوا عليكم، الناس الغرب نحماقوا عليكم ونموتوا عليكم، الناس الشرق نحماقوا عليكم ونموتوا عليكم، الكويره هذوك الصحراوه كلشي نموتوا عليكم، وحق الله العظيم من طنجة حتى للكويره كنبقاو يد وحده. شي كلمه للناس ديال الجنوب الصحراء، كلهم كلهم نموتوا عليهم، راه قلت لهم تحيه ليكم، وكنحماقوا عليكم كاملين، وحنا مغاربه يد وحده، وكنقول لكم سمحوا لينا، الله يسهل عليكم، اللسان ما فيه عظم، ونقول لكم سمحوا لينا. الى هنا ناتي الى نهايه هذا البث المباشر، نخليو حريوده مع مو عناد ديالها، راني فرحانه ها هما مع مو علي، شراتهم ليها كادو لنادا تبارك الله. شراتهم لي نادا كادو بالمناسبه ديال عيد الواشر، فهمتي؟ باش نطيبوا شهيوات الضياف اللي كيجيو عندنا، والدار ديالي دار الكرم، واللي كيجي عندي مرحبا به والف مرحبا. ميرسي لنفسك. الى هنا ناتي الى الكويتات. اجي وليدي اجي هز معايا، هز معايا هذا، الى اللقاء. هز معايا وليدي، اجي اجي. الوانكم اولادي، الوانكم.